بإصلاح دستور 2020. قبل 2019 كانت خزينة الدولة تحتوي على 40 مليار دولار، أقل من 40 مليار دولار بزاف يعني بعيدة. وبعد 2019 وبعد ما راح جائحة كورونا بدأ ينتعش الاقتصاد نتاعنا، واليوم الخزينة تعدت 70 مليار دولار، والنمو نتاعنا راهو في تصاعد. وكذلك منحة البطالة والأشياء الأخرى، منحة البطالة والشركات الناشئة اللي داروها الشباب، وستطور على بالي ستطور هذه الشركات آلاف الشركات للشباب تاعنا، وزيادة في الأجور وزيادة في المتقاعدين، منحة المتقاعدين.